بالرياضيات. اذا تبعوا معنا ان شاء الله باش تيستروا وتفهموا هذا التمرين. اذا الامتحان غادي تلقاو في اسفل الفيديو، الله يرضي عليكم، حاولوا تشارجيه وتصحوا قبل ما تشوفوا التصحيح. اذا طبعا هذه الامتحانات مختاره بعنايه، اختاريتها لكم بعنايه باش يكون شامل، يعني ملي كتخدمو كتمشي كتحس براسك ديتي معاك باجاج، فهمتي هذاك الشيء واستفدتي منه، ماشي غادي نختار امتحان خفيف باش صافي تما صورت لكم فيديو ديال الامتحان وصافي، اختارت لكم تمرين امتحان مقاد وشامل. اذا نبداو في التمرين الاول. اذا التمرين الاول هو خاص بالجذور. اذا السؤال الاول عليه نقطة نصف نصف التبسيط. إذا أ، إذا جذر 81 تساوي 9، هذه بسيطة. ثم عندنا ب، ب تساوي، إذا نتأكد واش الفيديو كيبان، نعم أنني بتشوف. ثم هنايا عندي 1 على 3 الكل أسماء كجوج في 3، الأمر بسيط هنا. إذا كاين اللي ما غاديش يفهم هذا الشيء يمشي يقول لي راسو يختزل، لا. إذا ملي كيكون عندي أس عدد سالب كندير المقلوب، كتولي ليا 3 على 1 أس عدد موجب في 3، بسيط. إذا أس عدد سالب كتقلب لتحت مع الفوق باش يولي أس عدد موجب. إذا 3 أس 2 9، 9 في 3 27، بسيط. إذا فوالا 27، واضح مزيان. إذا ثانيا، ثانيا، ثانيا بسط ما يلي، بسط ما يلي. إذا هنا عندي واحد التبسيط فيه السي، عندي 7 جذر 2 زائد جذر 18 ناقص جذر 8. هنا الأمر بسيط، ملي كيكون عندي الجمع كنحاول نخدم كل وحدة بوحديتها، هذه أصلا مخدومة ما هاديش نمسها. إذا جذر 18 غادي نردها 9 في 2، ثم جذر 8 غنردها 4 في 2. إذا باش يولي عندي جذر 2 جذر 2 جذر 2، لاحظوا معايا مزيان، 7 جذر 2 9 تخرج برا تولي 3 جذر 2 ناقص 2 جذر 2. إذا أشنو كندير هنايا بكل بساطة؟ عندي جذر 2 جذر 2 جذر 2، كنعمل عليها كتبقى ليا 7 زائد 3 ناقص 2، 7 زائد 3 10 10 ناقص 2 8، إذا 8 استسمح 8 جذر 2، ملي خرجت لي 8 جذر 2 عنده صحيح. إذا حذاري، حذاري في الجامع يمشي شي واحد يقول لك بغيتي نجمع هذه زائد هذه، لا، ملي كيكون عندك الجامع بحال هكا كل وحدة خدمة بوحدها، وأكيد أن واضع الإمتحان كيتعمد باش يكونوا هادو كيبحال بحال باش تقدر تعمل عليها في الآخر. إذا إلا كان عندك مشاكل مع التعميم تقدر هاد جذر 2 جذر 2 جذر 2 نساها ديرها بحال إلا مكايناش، غادي دير 7 زائد 3 10 10 ناقص 2 8 وتحط هاد المسائل هاكا. إذا التمرين إذن عليه نصف نقطة، ندوزو لثلاثة، اجعل المقام عددا جذريا. إذا المقام عدد جذري لدينا دي تساوي 5 على جذر 5، إذا غادي نضربو الفوق والتحت في نفس العدد. إذا غادي نديرو 5 في جذر 5 ولتحت جذر 5 في جذر 5، وبالتالي غادي يكون عندي كي بحال بحال. إذا غادي ندير جذر 5 في جذر 5 هي 5 وتبقى لي الفوق كيما هي. إذا الأمر بسيط باش نتخلصو من الجذر، في هاد الحالة كنضربو الفوق والتحت في نفس العدد. المثال التالي بسيط كذلك، أ تساوي 3 على جذر 5 زائد جذر 2، إذا في هاد الحالة كنضربو في المرافق، يعني المرافق ديال جذر 5 زائد جذر 2 هو جذر 5 ناقص جذر 2. إذا في هذه الحالة كندير جذر 5 زائد جذر 2 وكندير جذر 5 ناقص جذر 2 ثم جذر 5 ناقص جذر 2، متفقين؟ إذا ملي كيكون عندي بحال هذا الشكل كنخلي الفوق ما نتسوقش ليه، كاين اللي كينشر كاين اللي لا، حيت الأستاذ كيهمو المقام، غنخلي الفوق هكا ثم أ زائد ب في أ ناقص ب كيعطيني أ أس 2 ناقص ب أس 2 كيعطيني جذر 5 أس 2 ناقص جذر 2 أس 2، غنخلي الفوق ما نمسوش، جذر 5 أس 2 هي 5، جذر 2 أس 2 هي ناقص 2 طبعا، والفوق ما كيهمنيش لأنني كيهمني هو نتخلص من الجذر في المقام 5 ناقص 2 3. إذا 5 ناقص 2 3، هاد 3 مع هاد 3 يقدر نختزلها وتبقى ليا جذر 5 ناقص جذر 2. إذا راه هنا راه حذفنا الجذر من المقام، راه مبقاش، راه كان يقول أستاذ ها هو الجذر، لا راه على واحد،
اذا المهم مابقاش غير الجدر في الدار. اذا عمليات حسابيه طبعا مؤخرا بدا الاساتذه يعني كيديروا امتحان محلي في الرياضيات وكيخلوا لك البلاصه فاش تجاوب. اذا هو صراحه فيها جانب ايجابي وكاين جانب سلبي، لان التلاميذ كيولفوا انهم يعبروا بطريقتهم وتكون المساحه شاسعه، ولكن الاساتذه كيختاروا هذه الطريقه باش انه تحكم في الجواب ديالك وتجاوب في الواسخ على الجواب، وفي نفس الوقت يكون عليه الامر ميسر في التصحيح، لان التلاميذ كيكثروا من الورق بزاف بدون فائده احيانا. اذا الان ملي جاوبنا على هنايا، اذا هذا السؤال ثلاثة، غنمشيو للسؤال أربعة، انشر التعبير اف ثم عمل جي. اذا اف بسيط، عندنا اف، لاحظوا اف تساوي 2 زائد جدر 3 الكل اس 2. اذا عندي ا زائد بي اس 2، اذا نشوف واش كتبان. نعم ا زائد بي الكل اس 2 اشنو كتساوي؟ كتساوي لي ا اس 2 زائد 2 ا بي زائد بي اس 2. اذا جوج اس 2 4، جوج جوج هي 4 جدر 3، جدر 3 اس 2 هي 3 كتعطيني 7 زائد 4 جدر 3. واضح سيبيان بون. اذا ندوزو الان انشر اف ثم استنتج تعبير القيمه جي. لاحظوا جي كي دايره، جي تساوي جدر 7 زائد 4 جدر 3. اذا انا عارف ان هذا التعبير اللي عندي داخل هنا هو نيت هذا، وهذا كيساوي هذا التعبير اللي كاين هنا. دونك اذا يمكن لي نحيد هذا وندير بلاصتو هذا التعبير اللي هو جوج زائد جدر 3 الكل اس 2. هذا اس 2 مع الجدر كيمشي، كتبقى لي 2 زائد جدر 3. مزيان هكذاك. اذا دابا غادي ندوزو الخامسه، نتمنى انكم تكونوا ميسرين فهاد الشيء. اذا خامسا اكس عدد حقيقي عامل ما يلي. مزيان، اذا هنا عندي واحد التعميل كبير شويه، في اش يساوي اكس اس 2 ناقص 16 زائد اكس ناقص 4 جوج اكس زائد 1. اذا هاد اكس اس 2 ناقص 16 كنردها اكس ناقص 4 عامل اكس زائد 4 متطابقه هما، زائد اكس ناقص 4 جوج اكس زائد 1. مزيان، اذا هنا عندي اكس ناقص 4، اكس ناقص 4 كنعمل عليها كتعطيني اكس ناقص 4. كنفتح القوس، لاحظوا حيت دابا ولاو كيبحال بحال، هذه درت فيها متطابقه هما عطاتني هذه، ولاو عندي جوج تعبيرات كيبحال بحال. كنهزو كندير هنا اكس زائد 4 زائد 2 اكس زائد 1. شتو هزيت اكس زائد 4 زلتها للجنب وبقات لي هنا. طبعا هنا كاين اللي كيدير معكوفات بحال هكا، هنا ما كاينش خطوره حيت ما كاينش اقواس مسبوقه بعلامه زائد. اذا نعم، اذا غنمسح السبوره باش نشوف نعم واش كيبان لكم هذا الشيء ولا لا. طبعا حيت انا كنشوف الكاميرا بعيده عليا شويه ما كيبانش ليا الحدود ديال التصوير. اذا غادي نمسح هنايا ونكمل. اذا في هذه الحاله غادي ندير تساوي اكس ناقص 4، وهنعمل على حسب داكشي اللي بين قوسين، عندي اكس زائد 4 زائد 2 اكس زائد 1. اذا كندير اكس ناقص 4 ثم اكس زائد 2 اكس هي 3 اكس، 4 زائد 1 هي 5، وهذا هي النتيجه النهائيه اللي كتشوفوا قدامكم الان. اكس ناقص 4 3 اكس زائد 5. هذا النوع ديال التعبير معروف انه كيتعمل على تعبير كبير، كدير جوج تعميلات في ان واحد. اللي ما مطبقش مع هذا الامتحان هو ان المساحه اللي خلى الاستاذ في هذا الجواب صغيره جدا، علما انه كاين بزاف ديال الحساب. سادسا اعطي الكتابه العلميه للعدد ام. اذا عندنا ام تساوي 4 1 6 5 اصفار، 5 اصفار في 10 اس ناقص 6. اذا حنا عارفين ان الكتابه العلميه خصو يكون عندي ا محصور بين 1 و 10. اذا هنا عندي الفاصله، غادي ترجع ب 1 2 1 من هنا لهنا 1 2 3 4 5 6 7. اذا غادي نبدا 4.16. اذا نتاكد واش 5 اصفار حتى الاستاذ
ثلاثة أربعة خمسة، إذا 4.16. إذا رجعنا بواحد بجوج بثلاثة بأربعة بخمسة بستة بسبعة، إذا 4.16 في 10 والسبعة مضروب في 10 أس ناقص 6. إذا هذه حولتها بهذا الشكل حيت كنحسب الفاصلة بشحال رجعات من مرة. طبعا كان هذه 416 في 10 أس 5 ولكن رجعات مازال ما كايناش فائدة، نخلي 416 خاصها تولي محصورة بين 1 و 10. إذا غادي ندير 4.16 غادي ندير في 10 7 زائد ناقص 6. إذا 4.16 في 7 زائد 7 ناقص 6 هي 1، إذا في 10. صافي، إذا هذه هي الكتابة العلمية 4.16 في 10، يعني ما نقدرش نكتبوا 10 أس 1، صافي في 10. سي إذا جو كوا هنايا كيبان ليا أن كلشي هادشي واضح. الله أكبر. إذا الآن صحينا التمرين الأول، غادي ندوزو للتمرين الثاني. مزيان، إذا عندي أ محصورة 3 و 7 و ب محصورة 2 و 9 و 2 س موان ز محصورة بين 1 و 11. إذا بغينا التأطير ديال أ زائد ب. إذا باختصار هذا الشيء ديال ترتيب العمليات واضح جدا. اذا في الجمع ما كان عندي حتى شي مشكل، كندير ا زائد بي وكندير الجمع طرفان طرفان 2 زائد 3 و 9 زائد 7. اذا ا زائد بي 9 زائد 7 16، 2 زائد 3 5. اذا نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح، ما كاين حتى شي مشكل هنا. مزيان، ها سيفرونس ديال والو فابور. اذا درت ديرها في جيب أطر أ ناقص بي. إذا باش نأطرو أ ناقص بي، أ ناقص بي لنؤطر أ ناقص بي، لنؤطر أ ناقص بي. إذا باش نأطرو أ ناقص بي كنأطرو هو الأول ناقص بي، كنكتبو لنؤطر أولا ناقص بي. وشوفو لدينا بي محصورة بين 2 و 9. إذا كنأطرو ناقص بي هو الأول، كتولي محصورة بين ناقص 9 وناقص 2، كنقلبوهم، هادشي شفنا في ترتيب العمليات. ومن جهة أخرى لدي أ، ولدينا أ محصورة بين 3 و 7. مزيان، إذا التأطير ديال أ ناقص بي هو التأطير ديال أ زائد ناقص بي. إذا أ زائد ناقص بي كنديرو الجمع طرفان طرفان، يعني 3 زائد ناقص 9، 3 زائد ناقص 9 و 7 زائد ناقص 2 ومتفقين. إذا في هذه الحالة الزائد مع الناقص هي أ ناقص بي، 3 ناقص 9 هي ناقص 6، 7 ناقص 2 هي 5، وهذه هي التأطير ديال أ ناقص بي. مزيان، إذا نشوفوا الآن التمرين الموالي. مزيان، لنؤطر قالوا لينا اطرو ا بي ناقص 3، يعني خصنا نضربو ا بي ناقصو 3. اذا لنؤطر، اذا لنؤطر، لنؤطر ا بي ناقص 3. عندي ا محصوره بين عددين موجبين، بي محصوره بين عددين موجبين، اذا القضيه سهله. اذا اولا كنأطرو ا بي، اذا ا بي 2 في 3 6، 7 في 9 63. الجداء كنديرو الجداء ما دام هما موجبين ما كاين حتى شي مشكل، كنديرو ديريكت الجداء ا بي، ثم كنقصو منها 3. اذا كندير ا بي، لاحظوا ملي كنقص هنا 3 كنقص 6 كنقص منها حتى هي 3 و 63 كنقص منها 3، كتولي كتعطيني ا بي ناقص 3، 63 ناقص 3 60، 6 ناقص 3 3. إذا ها هي التأطير ديال أ ناقص بي، أ بي ناقص 3. ثم لنؤطر أ بي، إذا هنا في هذه الحالة قالوا لنا نأطرو أ بي، أ على بي. إذا التأطير ديال أ على بي، باش نأطرو أ على بي كنديرو التأطير ديال أ معروف معطي لينا اللي هو 3 7 و
كندير التأطير ديال المقلوب ديال بي. عندي بي محصورة بين جوج وتسعود، واحد على بي غادي تجيني واحد على تسعود لهاد الجهة، وواحد على جوج لهاد الجهة. ثم أقوم بالجداء بكل بساطة، كتولي ليا أ في واحد على بي، ثلاثة في واحد على تسعة، سبعة في واحد على اثنان. إذا كتعطيني أ على بي، سبعة على جوج، ثلاثة على تسعود. ممكن لي نختزلو هاد ثلاثة على تسعود، تولي ليا واحد على ثلاثة، سبعة على جوج. طبعا إلا ما كان يسولو السؤال ولا نسيت الاختزال، هنا المسألة نسبية. مثلا إلا نسيت الاختزال وكنتي غادي تجيب 20 على 20، أكيد الأستاذ يقدر يحيد ديك 0.25، حيت باش تجيب 20 على 20 خاص الأستاذ ما ينزلش ستيلو الأحمر ديالو في الواقع. من الأفضل أن النتائج تكون مختزلة إن احتاجت إلى الاختزال. إذا نمشيو دابا نشوفو الورقة الثانية، هيا إذا كثرت الأوراق. ثم هنا بين أن السي محصورة بين 1 و 6، بين أن السي، إذا باقي بلاصة، بين أن السي محصورة بين 1 و 6، عندي جوج سي ناقص 1 محصورة بين 1 و 11. إذا باش نتخلصو من هاد ناقص 1، كنزيدو 1 هنا، نزيدو 1 هنا، نزيدو 1 هنا. إذا في هاد الحالة كتولي ليا جوج سي و 11 زائد 1 هي 12، و 1 زائد 1 هي 2. لاحظوا من هنا لهنا شنو درنا، زائد 1 هنا، زائد 1 زائد 1، علاش باش نتخلصو من ناقص 1. وباش نتخلصو في 2 كنقسمو على 2، إذا جوج سي مقسومة على جوج هي سي، 12 مقسومة على جوج هي 6، جوج مقسومة على جوج هي 1. إذا من هنا لهنا قسمنا على 2. إذا ملي كنرجعو مارشيريات، لاحظو تفكروها بالطوموبيل مارش أون أغيير. إذا ملي كنرجعو اللور، كتكون الأولوية للطرح على الضرب والجمع. إذا الأولوية للجمع والطرح ثم الضرب والقسمة. يعني كنقول انا ملي عندي هنا شكون غنتخلص من الاول، واش ناقص 1 ولا 2؟ غنتخلص من ناقص 1 هو الاول، عاد غنتخلص بضرب في 2 سي، حيت كنرجع للور باش نلقى السي عكس السي. اذا هذا هو الفقره الخاصه بالتأطير. ثم غادي ندوزو المقارنه، قارن 2 جذر 11 و3 جذر 5. اذا المقارنه بسيطه، اذا المقارنه، اذا باختصار كتحسب 2 جذر 11 الكل. اذا غنمسح هنايا لانني السلكات صبورة بعيدة نوعا ما على الكاميرا، اذا نمسحها نقطعها. نعم نكتب شوية قريب. اذا غادي ندير هنا مقارنة بين 2 جذر 11 و جذر كنجبدو مزيان و3 جذر 5. إذا كنحسب 2 جذر 11 الكل أس 2، كيعطيني 4 في 11، 44. كنحسب 3 جذر 5 أس 2، كتعطيني 9 في 5، 45. كنستنتج أن بما أن 45 كبر من 44، فإن 3 جذر 5 كبر من 2 جذر 11. واضح؟ سيبيان. إذا الآن ملي قارنا 2 جذر 11 و3 جذر 5، قالوا لي استنتج مقارنة ناقص 2 جذر 11 و3 جذر 5. إذا بما أننا بينا أن، إذا السؤال 3، بينا أن 3 جذر 5 أكبر من 2 جذر 11، إذا درت إشارة سالب لكلتا الطرفين. إذا درت هنا ناقص 3 جذر 5 ناقص 2 جذر 11، هادي تقرب الرمز، صافي هادي هي المقارنة. حيت ضربنا هنا في ناقص و هنا ضربنا في ناقص، كيتقلب الرمز. باينة إلا عندك 4 أكبر من 5 فناقص 4 غادي تكون صغر من، إلا باردون، إلا كانت عندي 4 أكبر من 3 فناقص 4 غادي تكون صغر من ناقص 3، حيت الأعداد السالبة كنقارنوهم بالعكس، الأقرب إلى الصفر والأبعد إلى الصفر.
مزيان. اذا اكس و واي عددان حقيقيان موجبان بين ان اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد 2 اكبر من او يساوي جذر جوج عامل اكس زائد واي. مزيان. اذا هنا يقدر يكون مشكل عند شي كلام. لاحظوا. اذا السؤال الموالي اكس و واي عددان حقيقيان موجبان بين ان اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد 2 اكبر او يساوي جذر 2 عامل اكس زائد واي. اذا نقدر نقولوا هذا السؤال نوعا ما بحال داك السؤال اللي كيدمر بحال محطم لي 20 على 20. يعني الا كنت معمول تجيب 20 على 20 فهاد السؤال هو عقبه نوعا ما في هاد الامتحان المهم. اذا حنا باش نديرو مقارنه كنديرو الفرق. اولا حسب القاعده كتقول لي ان ا اكبر من بي يجب ان نبين ان ا ناقص بي اكبر من الصفر. بمعنى الا مشيت درت هذا ناقص هذه وقيت نتيجه موجبه ففعلا هذا التعبير صحيح. حنا نجربو نديرو الفرق. الفرق اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد 2 ناقص جذر 2 عامل اكس زائد واي تساوي. اذا الان غادي نديرو عمليه حسابيه. هاد العمليه الحسابيه هي اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد 2 ناقص جذر 2 اكس ناقص جذر 2 واي. طبعا هاد النتيجه باقي ما بيناش باقي ما واضحش هنايا اشنو غادي ديرو. اذا هنا انا عارف اشنو اللي عارف اكس واي موجبان ولكن باقي ما بينش هادشي. نقدر ندير واحد الاجتهاد اخر. لاحظوا هاد اكس اس 2 هاد 2 هردها زائد واي اس 2 هاد 2 هردها 1 زائد 1 ناقص جذر 2 اكس ناقص جذر 2 واي. اذا هاد واحد غنعطي لهذا واحد نعطي لهذا تبعو اكس اس 2 زائد 1 زائد واي اس 2 زائد 1 ناقص جذر 2 اكس ناقص جذر 2 واي. اذا هنا نديرو واحد القضيه نديرو بحال الا عندنا متطابقه هامه. مثلا الا عندي اكس ناقص 1 الكل اس 2 ماذا تساوي؟ تساوي اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد و 1. ولكن انايا الا انتبهتوا معايا مزيان كاين هنايا غير اكس اس 2 زائد 1 ما كايناش ناقص 2 اكس. اذا بغيت نخرج منها واحد المتطابقه هامه غادي ندير ناقص 2 اكس زائد 2 اكس. اذا لاحظوا غادي ندير اكس اس 2 زائد 1 زائد 2 اكس ناقص 2 اكس باش نخرج متطابقه هامه. نفس الشيء هنا بالنسبه لواي. غنحاول نكتب هذا الشيء كبير هنا باش يبان لكم. لاحظوا غنكمل على هذا التعبير هنا. اذا لاحظوا غادي ندير تساوي اكس اس 2 زائد 1 زائد 2 اكس ناقص 2 اكس زدت ونقص نفس العدد. نفس الشيء هنا واي اس 2 زائد 1 زائد 2 واي ناقص 2 واي. طبعا هنا ناقص جذر 2 اكس ناقص جذر 2 واي. لاحظوا اذا الا خدمت انا غير بهادي وهادي غادي تكون عندي متطابقه هامه معروفه ديال اكس ناقص 1 الكل اس 2. ثم غنخدم بهادي مع ناقص 2 واي غتولي عندي واي ناقص 1 الكل اس 2. غتشيط ليا 2 اكس و 2 واي غنكتبها هنا زائد 2 اكس زائد 2 واي ناقص جذر 2 اكس ناقص جذر 2 واي. اذا لاحظوا ها نكتب هادي غنخليها كما هي ثم غنعمل هنا على اكس غادي تعطيني 2 ناقص جذر 2 اكس ونعمل هنا على واي غادي تعطيني 2 ناقص جذر 2 واي. اذا انتبهنا هنا ف هاد النتيجة موجبة لأنها مربع كامل. إذا هذا موجب كذلك هاد النتيجة موجبة وهاد النتيجة موجبة حيت 2 ناقص جذر 2 موجب وكذلك هنا موجب وحنا عارفين أن إكس موجب وإكري موجب حسب المعطيات. بما أن هاد كلشي هادشي موجب والجمع ديال الأعداد كلشي موجب إذا غنقدرو نقولو أن هاد النتيجة كلها موجبة. وبما انها موجبه فهذا الفرق موجب. اذا اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد 2 ناقص جذر 2 عامل اكس زائد واي موجب.
اكبر او يساوي صفر موجب. اذا ومن هنا استنتجي لدينا هذا الجهه على البينو ان اكس اس 2 زائد ي اس 2 زائد 2 اكبر او يساوي جدر 2 اكس زائد ي. صراحه سؤال نوعا ما صعب، كان عليهم يمهدوا شويه الاسئله، يزيدوا شويه التبهيدات باش يقدر الانسان يوصل السؤال بكل اريحيه. اذا الان ندخلوا للتمرين الثالث. اذا ننتقلوا الان للتمرين الثالث. التمرين الثالث طبعا تصحيح ديال الامتحانات المحليه كياخذ وقت كثير فشرح هذا الشيء، ولكن نحاول جاهدا اننا نجاوب. اذا في شكل جانبه ارسم واحد الشكل تقريبي، لاحظوا عندنا واحد دائره، ثم عندنا او هي عندنا واحد الزاويه دايره بحال هكا سميتها بي، وهنا ام، وهنا ا، ودايرين هنا 30 درجه، ثم دايرين ليا واحد ان ودايره بحال هكا. اذا السؤال الاول باين احسب ا ان ان ا ان ان ا ان ان، كنلاحظوا ان الزاويه ام بي ا تحصل هذا القوس ا ام، والزاوية ام ان ا تحصل نفس القوس ا ان. اذا نقدروا نقولوا انهما متقيستان لانهما زاويتان محيطيتان تحصلان نفس القوس. اذا غادي نقولوا ام ان ا، ام ان ا نقدروا نكتبوا هكا ام ان ا زاوية محيطية تحصل نفس القوس الذي تحصره الزاوية MBA. إذا بما أنه ممكن يحصل نفس القوس، إذا في الحالة MNA تساوي MBA تساوي 30 درجة، وبالتالي هنا تكون عندي 30 درجة، وهذا أسهل درس هو ديال الزوايا المحيطة والمركزية، درس بسيط جدا وسهل. ثم أحسب قياس الزاوية AOM، AOM ها هي AOM، صافي ما بين زاوية مركزية كتحصل نفس القوس ديال الزاوية المحيطة، إذا هذه غادي تكون الدوبل ديال هذه، إذا غتكون هنا 60، كيف سنعبر عن ذلك؟ سنقول بكل بساطة أن AOM غادي نكتبو A او ام زاوية مركزية تحصر القوس ام نفس القوس الذي تحصره القوس كان مبزولي بقوس هكا بحال هكا تحصره الزاوية المحيطية ام بي ا، وبالتالي غادي نقولوا ان ا او ام تساوي 2 ام بي ا، اي ان ا او ام تساوي 2 فوا 30 اي تساوي 60 درجه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء مزيان. اذا جوج نقاط مجانا كتعطى دائما خصكم تستغلوها. اذا ندوزوا الان التمرين الرابع.